السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة للناس اللي ما بتحبش القلقاس، وبرضو للناس اللي بتحب القلقاس بس اللي ما بيحبوش القلقاس بشكل خاص. هنعمل النهاردة وصفتين من القلقاس بطريقة غير تقليدية بالمرة. زي ما انتوا شايفين الشكل، هنعمل أصابع القلقاس وكمان هنعمل التومية بالقلقاس. ازاي التومية بالقلقاس؟ ده اللي هتعرفوه معايا جوه الفيديو. زي ما انتوا شايفين شكلها أكتر من رائع، والطعم تحفة جدا جدا، طعمه مختلف تماما للقلقاس. اتمنى تجربوه. الناس اللي مش متعودة تاكل القلقاس ابدا، دي فكرة او دي فرصة كويسة ان انتوا تجربوا القلقاس بطريقة مختلفة. وكمان الناس اللي بتحب القلقاس ومتعودة تاكله بالطرق التقليدية، برضو فكرة مختلفة تقدروا تجربوها للقلقاس، اكيد هتعجبكم جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا الطريقة والمقادير. بس قبل ما نروح للفيديو، اتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير. اول حاجة عندي هنا القلقاس. طبعا القلقاس انا بغسله قبل ما بعمل فيه اي حاجة، يعني هو لسه زي ما انتوا شايفينه كده، بغسله كويس جدا 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 وبنشفه بفوطة، وبتأكد ان اي حاجة هستخدمها في القلقاس تكون ناشفة علشان ما يخرجش المادة الهلامية اللي فيه، لانها بتبقى محتفظة باكبر كمية من الفوائد اللي موجودة في القلقاس. واحنا في موسم الشتاء وده خضار شتوي، فعاوزين نستفيد بالقيمة الغذائية اللي موجودة فيه. بعد ما قشرت القلقاس وتأكدت ان هو نظيف بنسبة 100%، دلوقتي كل اللي هعمله اني هسلقه. هسلقه في مية عادية جدا ما فيهاش غير عصرة ليمون، وده شكله بعد ما اتسلق. دلوقتي هبتدي اهرسه بالشوكة او بالهراسة او بالهاند بلندر، اي حاجة موجودة عندك تقدري تهرسيه، المهم توصليه للمرحلة اللي انت شايفاها دي. بعد ما هرسته كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده، هبتدي اقسمه في 2 بولة. هعمل منه وصفتين زي ما قلتلكم في اول الفيديو، هنعمل اصابع القلقاس وكمان هنعمل التومية بالقلقاس. هنبتدي بالوصفة الاولى، ومعايا هنا زي ما انتوا شايفين صدر فرخة، يعني تقريبا حوالي 100 جرام، وكمان بصلاية متوسطة وشوية من الكزبرة الخضراء، مش كتير زي ما انتوا شايفين، حوالي نص ربطة من الكزبرة الخضراء. وجبت عندي هنا المفرمة او الكبة وقطعت فيها البصلاية، وقطعت كمان صدر الفرخة. هفرم في الاول البصل والفراخ مع بعض فرم ناعم جدا لحد ما يوصل شكلهم للشكل اللي انت شايفاه ده، فرم ناعم جدا جدا. وبعد كده هبتدي اضيف كمية الكزبرة اللي موجودة معي، يعني حوالي 4 معالق كبار من الكزبرة الخضر، وده شكلهم بعد ما اتفرم. بعد كده هجيب القلقاس وهبتدي اضيف على المكونات، وطبعا في المرحلة دي انا ضفت ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ. متأسفة كتير ان اللقطة دي ما طلعتش معايا في الفيديو، بس طبعا تقدري تبهري بالبهارات اللي تفضليها. انا اكتفيت ببهارات الفراخ، معلقه صغيره بهارات فراخ وملح وفلفل اسمر. وبعد كده عندي نص كوبايه من النشا، وهضيف كمان 3 معالق كبار من الزيتون، وهبتدي دلوقتي اقلبهم مع بعض لحد ما اكونهم كتله او اكونهم عجينه. طبعا هي بتلزق جدا، وعشان اتحكم فيها دهنت ايدي بالزيت ولمتها بالزيت وبقى شكلها بالشكل ده، كان سهل جدا اتعامل معاها وانا دهن ايديا بالزيت. وبعد كده السطح اللي هفرد عليه العجينه دهنته برضو بالزيت علشان اقدر اشيلها كويس جدا. وهبتدي دلوقتي اقطعها صوابع. الوصفه جديده، ممكن تكون غريبه لناس كتيره جدا، بس عايزه اقولك الوصفه اكتر من رائعه، عجبت اولادي جدا جدا. حل مناسب جدا للناس اللي ما بتحبش القلقاس، او الاولاد اللي ما بتحبش القلقاس. انا كنت مفكره بس الاولاد اللي مش بتحبه، اكتشفت ان في ناس كبيره كمان ما بتحبش القلقاس ابدا ومش بتستلطفه. الوصفه دي ممكن تخلينا شويه نجرب القلقاس ونستمتع بيه. اتمنى ان شاء الله تجربوها، واكيد باذن الله هتعجبكم. بعد كده جبت كميه من السمسم، وهضيف الصوابع بعد ما هشيلها، هبرمها في قلب السمسم بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هخرجها على طبق نظيف. تقدري طبعا تستبدلي الفراخ باللحمه المفرومه، هتكون برضو تحفه وهايله جدا جدا. الفكره من الوصفه دي ان احنا ندخل الاكلات اللي ما بنحبهاش او الاكلات اللي الاولاد ما بيحبوهاش في وصفات مختلفة علشان يستفيدوا بالقيمة الغذائية اللي موجودة فيها. القلقاس خضار شتوي، واكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله في الشتاء الفوائد كتيرة جدا جدا، لازم نخلي اولادنا يستفيدوا بيه، فضروري نتحايل على اولادنا علشان يستفيدوا بكل القيمة الغذائية اللي موجودة في الخضار في المواسم بتاعتها. ده كده شكل صوابع القلقاس. دلوقتي بقى هنطلع على الزيت، عندي هنا زيت يكون سخن، وهبتدي انزل بالصوابع اللي احنا عملناها بالشكل اللي انت شايفاه ده.
مش هعمل اي حاجة تانية غير اني بس هقليه وياخد اللون المناسب واتأكد ان هو استوى، وبعد كده اخرجه من الزيت. وصفة غير تقليدية بالمرة، ابتكار رائع من القلقاس، اتمنى تجربوها، يعجبكم جدا جدا بإذن الله. وان شاء الله في الفترة اللي جاية هنحاول نشتغل على الاكلات اللي الاولاد مش بيحبوها ونطلع منها منتج رائع. دلوقتي نبتدي في الوصفة التانية. جبت هنا في الوعاء هضيف نص كوباية من القلقاس المفروم، وكمان كوباية من الزبادي، الكوباية دي اللي هي الكبيرة 180 جرام، وعندي كمان حوالي 10 فصوص من الثوم. كل اللي هعمله هبتدي افرمهم دلوقتي مع بعض فرم ناعم جدا جدا، وبعد كده هبتدي اضيف خل او ليمون اللي موجود عندك. انا بفضل طبعا الليمون، بيدي مزازة اكتر من رائعة، مش مجرد طعم حامض وبس. ادي كده عصير، معلقتين من عصير الليمون، وطبعا الملح، معلقة صغيرة من الملح مع الفرم ناعم جدا جدا. وبعد كده هضيف حوالي 4 أو 5 معالق من الزيت. طبعا ضروري الزيت يكون نازل سرسوب وانتي بتفرمي، بس ما كنتش متحكمة كتير قوي فنزلت بشوية شوية، وفضلت اضرب بالهاند بلندر لحد ما اخدت قوام كريمي ناعم جدا. طبعا لو استبدلنا القلقاس بالبطاطس المفرومة هيبقى بنعمل بالظبط تومية. تومية بالبطاطس المفرومة احدى طرق التومية، التومية ليها اكتر من طريقة، والبطاطس المهروسة دي طريقة من ضمن الطرق. وده كده وقت التقديم. هنضيف الطبق اصابع القلقاس بالفراخ اللي احنا عملناها، وصفة غير تقليدية بالمرة، طعمها اكتر من رائع، جربيها اولادك هيحبوها جدا جدا، خاصة اللي اولادهم ما بيحبوش القلقاس ابدا ابدا. حتى انتي كمان لو ما بتحبيش القلقاس جربي الوصفة دي بالطريقة دي، هتعجبك جدا جدا. قدمنا كمان معاها صوص التومية بالقلقاس، وصفة اكتر من رائعة، عاوز اقولك يعني الاتنين مع بعض كده كان ميكس رائع وطعم رهيب جدا جدا. اولادي ما يعرفوش اصلا ان هو قلقاس غير بعد ما اكلوا وانبسطوا، اتفاجئوا ان انا عاملاها من القلقاس. وكمان جوزي ما يعني كان متفاجئ برضو من النتيجة، نتيجة كانت اكتر من رائعة وعجبته جدا وعجبت الاولاد جدا جدا. جربي القلقاس بالطريقة دي وانا متأكدة ان هي باذن الله هتعجبك جدا جدا. دي كانت واحدة من افكاري انا وزمايلي، ان احنا ازاي نطور مطبخنا المصري القديم، وازاي نخرج من اكلاتنا الاصلية اكلات الاولاد ينبسطوا ويستمتعوا بيها جدا جدا. دي كانت وصفتي لكم النهاردة، اتمنى من كل قلب ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسينيش في الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة، ودمتم امنين يا احلى متابعين.